دي الشقة اللي حصلت فيها الحادثة، وزي ما هو واضح في أثر دم أمام الشقة، وهم هدول لوقوع شجرة قبل الانتحار. ممكن تحكي لنا الواقع كان إيه اللي حصل بالظبط؟ الله الواقع حضرتك، إحنا داخل الشارع بالليل، الناس واقفة ومش من فوق شوية من فوقها، ما زعلان فيها شمال يمين، قالوا ماتت، مو متصلنا بالإسعاف والاسم، الاسم ده الاسم ده والإسعاف ده، قالوا ماتت، الإسعاف مشي لسه بيرجع الإسعاف ورا كده، هو هو طلع فوق راح رمى نفسه من فوق، هو الحمام رمى نفسه من فوق، والشباب راح مسكوا له بطانية كده، هو راح نازل على البطانية بس برضه خد هبدة على الأرض برضه. الواد انا عارفه كويس، عارف والدته، هم ناس غلابه جدا، بس الجهل او عدم العلم هم اللي وصلهم لكده، يعني ان هم ممكن يتصرف من غير اي ادراك، مش عارف هو بيعمل ايه، يعني هو كان بيتعاطى حاجه. الواد اصلا مش مظبوط، الواد اصلا دماغه مش مظبوطه، بيشرب الحاجات دي كلها بره، بتبص بتاثر على الدماغ، انما هو الواد غلبان طيب، يعني مش اللي هو الواد اللي هو ممكن بتاع مشاكل وكده، لا مش كده خالص. فانا قاعد طبعا في الشارع، عدى عليا، السلام عليكم، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ تمام كويس. هو مرات قبل حصل نص ساعه بالظبط، طلعوا فوق لقينا كده خط رزع بتاع، طبعا احنا ما قلناش ان احنا نتدخل بيوت الناس، دي اسرار ناس وبتاع، فانا قلت بقى ايه، دي حاجات بينهم من بعضيهم، هي عزايا بيتنا بيتخانقوا ويزعقوا وبتاع. فطبعا بالظبط بعد نص ساعه بالظبط لقينا حاجه هبدت. كنت حضرتك موجود في الشارع؟ فبقرب كده عشان اشوف فيه ايه. انا بحسب اوصف لي كده المكان اللي وقعت فيه. هو يعني شاف الحته الرمله دي الصفرة دي، الرمله الصفرة دي هي وقعت كده، كان في سياره كمان اللي هي الميكروباص، هي وقعت على الميكروباص على الارض. ما اتصلنا بقى بالاسعاف والشرطه وبتاع، بصراحه ما تاخروش، يعني ربع ساعه تلت ساعه كان كل الناس هنا، والناس اتلمت ومش عارف ايه. فطبعا احنا خوفنا نقرب منها، لان بيبقى في الشرطه لازم بتيجي تعين وبتاع عشان الاثار وكده، ففضلنا بعيد. زوجها نزل؟ زوجها نزل طبعا، مردود عليها، قعد يعيط ويصوت عليها، يعني مسروعه مش مصدق اللي حصل. فطبعا لما لقاها الناس قالوا له يا ابني خلاص دي ماتت، طلع بقى هو فوق وراح ناد نفسه. بعديها بقد ايه؟ اول ما الناس قالوا له خلاص شاب سمع دي خلاص كده انتهت، طلع فوق. يعني الوقت كان قد ايه من بين هو ما من بين ما هي وقعت لغايه ما هو رمى نفسه؟ يعني طلع هنا فضل يحضن فيها ويمرمخها في الارض لانه مش مصدق، يعني كانه بيحبها قوي يعني. فلما الناس قالوا له يا ابني خلاص دي انتهت، طلع فوق راح ايه؟ عايز بقى يخلص هو كمان من نفسه، مش مصدق اللي حصل. فاحنا مسكنا بطانيه كده بحيث ان احنا ايه نلقطه، بس برضه ما عرفناش هو، كان ربنا مقدر اللي هو يقع بعديها يعني. انما الواد طيب والناس غلابه، مش اللي هم ما لهمش في حاجه. ربنا يرحمه. شكرا.